نادك، الشركة الوطنية للتنمية الزراعية، من أوائل الشركات الصناعية الغذائية والزراعية في المملكة العربية السعودية. بدأت عام 1981 ميلادي وحظيت على فرصة الريادة بكونها أول شركة زراعية طرحت في سوق الأسهم السعودي. حققت نجاحات وإنجازات كثيرة جعلتها تحافظ على نمو وتطور طاقاتها الإنتاجية. تسعى نادك في رؤيتها ورسالتها إلى تحفيز ثقافة النمو والتطور في كل فرد ليصل إلى أهدافه وطموحاته. لذلك بيئة عمل نادك تقوم على التفاهم المشترك والتدريب والتطوير وتقدير الأداء المتميز ومكافأة المواهب وتحقيق الرفاهية. تقدم نادك أفضل ما لديها بزرع روح المسؤولية لدى منسوبي الشركة وتعزيز التزامهم بمبادئ الشفافية والانضباط. وتؤمن أن المستقبل الواعد ينطلق من هيكلة مؤسسية منظمة تعمل حسب أنظمة متقدمة توظفها في كل عملياتها، محملين بالعزيمة والإصرار والشغف لتحقيق النجاح. الخطة الزمنية: تحليل الشركة تحليلا أساسيا من خلال العوامل التالية: ظروف الشركة، تحليل القوائم المالية، وتقييم الشركة واتخاذ القرار الاستثماري. رؤيتنا أن تكون نادك أولى الشركات الرائدة في قطاع الصناعات الغذائية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال تقديم منتجات ذات قيمة غذائية عالية للمستهلكين، سعياً إلى تحقيق أفضل المعدلات في مستوى رضا المستهلكين من خلال توفير منتجات صحية عالية الجودة. ورسالتنا: نلتزم في نادك بتقديم منتجات غذائية لذيذة ذات قيمة غذائية عالية ومتميزة الجودة لتحقق الصحة والسعادة للمستهلكين. قيمنا: إن قيم نادك هي الركيزة الأساسية لعملائنا، وهي المبادئ التي تشكل ثقافاتنا المؤسسية والتي بها تسير جميع ممارستنا وتوجهاتها وسياساتها التي نسعى من خلالها إلى خلق القيمة لكل من يتعامل مع نادك. منتجاتنا: اليوم نادك تمتلك مجموعة متميزة من المنتجات الغذائية المبتكرة التي تدار وفق نظم تشغيلية وإدارية احترافية ذكية، ساهمت إيجابيا في تطوير جودة المنتجات ورفع الحصة السوقية للشركة في أسواق الألبان والعصائر والأغذية. ابتكاراتنا: تحرص نادك بشكل كبير الوصول إلى رضا عملائها عبر تقديم منتجات متنوعة من خلال رحلتها الطويلة في التصنيع الغذائي والإنتاج الزراعي حسب خطط استراتيجية وسلسة، من عمليات البحث والتطوير التي تقوم بها بدء من مزارعها وحتى وصول منتجاتها إلى عملائها. من أوجه النجاح للشركة ارتفاع الإيرادات بنسبة 6.17% مقارنة بالعام الماضي بسبب زيادة الطلب على منتجات الشركة، والذي كان له تأثيرا إيجابيا على زيادة حجم مبيعات الشركة، حيث تمت مبيعات قطاع الألبان والتصنيع الغذائي بنسبة 11.39%، في حين تراجعت مبيعات القطاع الزراعي بنسبة 36.81%. وتشكل مبيعات المملكة العربية السعودية 87% من مبيعات الشركة، وهي نسبة ثابتة في العامين، وقد بلغت حوالي 2 مليار ريال سعودي في عام 2019. تشكل مبيعات الدول الأخرى 13% من مبيعات الشركة، وهي نسبة ثابتة في العامين، وقد بلغت 278 مليون في العام 2019. وتشكل مبيعات الألبان والأغذية 93% من مبيعات عام 2019 وبأكثر من 2 مليار ريال. تشكل مبيعات المنتجات الزراعية 5% من مبيعات الشركة في عام 2019، نظرا لشح المياه في المملكة تم تخفيض زراعة المحاصيل من قبل الحكومة، وقد بلغت 100 مليون ريال في العام 2019. تقييم أوجه الفشل: تحملت الشركة لما قيمته 79.98 مليون ريال والمتمثلة في تكلفة تطوير أراضي مشروع السودان، لمعرفة أسباب قيمة الخسارة الحادة في مشروع السودان والذي لم ينتج سوى ما قيمته 2 مليون ريال. من الأعلاف تم الوصول والتواصل مع اللجنة المركزية للخدمات المساندة في مصرف الراجحي، والذين أعدوا تقرير يرفض المشروع. كان ملخصه ما يلي: سياسيا تعود ملكية الأرض للحكومة والسودانية، وفي العام 2011 حدث ما يسمى بالربيع العربي، وقد كانت السودان أحد هذه الدول التي تم تهديد حكومتها وسقطت فيما بعد اقتصاديا. معدل التضخم في الاقتصاد السوداني، والذي يؤثر على سعر صرف العملة بشكل حاد ويرفع الأسعار، مما سينتج عنه زيادة التكاليف مناخيا. إذا ما داهم الطوفان الأراضي السودانية، فإن جميع المنتجات الزراعية تتلف، مما يؤدي إلى خسائر فادحة. شكرا لاستماعكم، كنت معكم أمين الحياة وعبير الأحمري وأريج الغامدي مهر رافعي.